الناصر يعني رافع قضية خلع نيابة عن أخته لأن زوجها لا يصلي ولا يصوم ويتهمها، نسأل الله العفو والعافية في أمور. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك سبب إذا كان يتهم زوجته في أرضها، فماذا بقي بعد الاتهام في الأرض؟ يعني هو لا يصلي ولا يصوم، فسنقول ناصحوه من أجل أن يصلي ومن أجل أن يصوم، لكن هو يتهم زوجته في أرضها في شرفها، فماذا يبقى بعد ذلك؟ إنسان يعني كيف يعني إنسان أخته يتهمها زوجها في أرضه في أرضها، لا لا يرفع لا. لا يوجد ظلم، لا لا ظلم إيه؟ لا ده ظلم منه، هو يتهم زوجته في أرضها، فكيف تكون الحياة بينهما؟ نعم.